يعرفوا شو توقعاتك لكل الأبراج بسنة 2024؟ بدي منك هيك تعطينا باختصار عن كل برج. نعم حأعطي تبسات صغير يعني بشكل مختصر، ولكن التوسيع حيكون بلكي بنعمل حلقة خاصة بعدين بموسع لكل التوقعات. صحيح. أكيد مولود الحمل حيكون عنده فرص كتير مهمة وأمكانيات، وراح تكون أكبر وأفضل إن كان من ناحية مادية أو حتى من ناحية مهنية. يعني أنا بشوفه كأنه حيغير كتير قصص أو نمط حياته المهنية بشكل أكبر وأوسع، وممكن تمتد لمصدر خارجي. مولود برج الثور عم يبذل مجهود إضافي كمان لحتى يكون وضعه المهني مستقر أكتر، وكمان يقدر يلفت نظر مرؤوسينه بالعمل أو أصحاب العمل، أو حتى إذا كان مفكر بشراكة عمل أو حتى مشروعه الخاص، يعني رح يكون في عندهم مجهود إضافي لنجاح هذا الأمر وإتمامه بشكل إيجابي. وبنفس الوقت أنه كمان الوضع العاطفي بحاجة لمتابعة أكثر، وحتى الوضع الصحي، لأنه كانت السنة منا السنة أنه إيجابية عليه من الناحية الصحية. مولود الجوزاء عم شوف نتائج إيجابية بانتظاره، وخصوصا على الصعيد المهني، وكمان رح يكون محظوظ فيما يتعلق بوضعه المهني، فيما لو قرر يترك عمله أو حتى يستنى الترقية اللي هو كان ناطرها. أغلبهم أنه حصلوا على الترقية المطلوبة، والأقلية منهم عم بفكروا أنه ينقلوا باتجاه مواقع جديدة أو حتى بدائل تكون فورية وسريعة. الوضع العاطفي بشوفه أفضل من السابق. مولود السرطان رح يكون محظوظ إيجابيا بال2024، ورح يرتاح نفسيا ببداية السنة، وكمان رح يكون عنده مكاسب مالية، وكمان انتقال باتجاه نتائج أفضل أفضل من الناحية المهنية. كان كأنه عينه حيكون على مطرح وحيقدر أنه يلمع بهذا المكان ورح يقدر يوصل له. مولود الأسد كمان رح يرجع يلمع صورته من بعد ما كان شوي عم بيعاني من تشويه بصورته، بسمعته، بالإساءة له، اتهامات باطلة، وكمان سرسرات كلامية مفتعلة ضده. أنا بشوف مولود برج الأسد حيركز على الوضع المالي، وكأنه كمان رح يكون مهتم بصحة أحد أفراد عائلته، ولربما يكون عنده نقلة بيت، لأنه عم نشوف الأجواء العاطفية كمان عنده عم بتبلش كمان تكون حلوة. مولود العذراء، خبرينا أخبار حلوة عن برج العذراء. صحيح ناطر. برج العذراء مواليد العذراء صراحة هن بال 2023 السنة اللي نحن فيها هلا قدروا يحققوا خطوة جديدة من الناحية المهنية، وكمان رغم أنه حققوا هذه الخطوة بس ما رح يكونوا راضين، لأنه طموحه حيكون أكبر ورح يتوسع بنشاطاته المهنية باتجاهات جديدة. وكمان أنا بشوف كمان فكرة السفر أو مشروع سفر يبدو أنه قابل للتنفيذ، وكمان في عنده تخليص بعض الأوراق، ولكن 2024 بده يدير باله من الناحية العاطفية، لازم تكون القرارات محسومة فيها من البداية. مولود الميزانية اللي تعرض لخسارة مالية، تعرض لسرقة، تعرض لاستغلال مالي، أو حتى كمان كان عنده مصاريف ضغط عليه، بشوف أنا حيكون كمان تركيزه على النواحي المالية بالفترة القادمة، وكمان على متابعة وضعه الصحي. وإذا كان مفكر بعتمة بيت جديد، أنا مع هاي الخطوة، لأنه كمان حيعطيه انطباع كتير حلو كان نفسي ولا معنوي. وبشوف كمان الوضع العاطفي عنده ما يقدم تنازلات وينتبه. مولود العقرب عم يتحارب مهنيا، وكمان ما بين انه يترك وما بين ينتقل الى مطرح جديد، مبين انه بعده بحاله حيره وتردد وعدم استقرار على قرار. بكل الاحوال بشوف انا كانه حيكون في عنده نوع من التقارب العائلي او التصالح، او نوع من الفضفضه العائليه، كانه في امور خجلان يحكي فيها مع عائلته، يمكن بتتعلق بامور ماليه او مستحقات او حقوق او ممتلكات أو عائدات. في شيء يمكن خجلان يحكي فيه، كأنه حيطالب بأمور مالية أو عائدات أو ممتلكات، من شيء من هذا القبيل. وبشوف كمان حتى وضعه المهني رح يكون نوعا ما مستقر، أما الوضع العاطفي رح يبقى أنقف، وخصوصا بالربع الأول من سنة 2024. القوس حيكون محظوظ كمان بال 2024، وخصوصا أنه بعد ما كان قاطع بثلاث سنين كانوا صعبين، عطته تقشفات مالية، عطته أوراق قانونية، عطته كمان متاعب وفراغ، نوع من الفراغ العاطفي. الـ 2024 رح يحدد خطواته لوين، وكمان أنا بشوفه رح يبذل مجهود إضافي كمان لتحقيق استقرار مهني حيكون جدا رائع عليه. وكمان مبين لأنه كمان هون الخطوط العاطفية عنده رايحة باتجاهات إيجابية. مولود الجدي وضعه الصحي بحاجة لمتابعة، وكمان في عنده سفر، وكمان حيبقى عتلين هم أحد أفراد عائلته يلي رح يطلب منه مسؤوليات إضافية، أو رح يحطه أمام أمر واقع ومضطر أنه يلبي هالقصص هيدي.
وبشوف كمان أنه زهقان ومالل من وضعه المهني ولكنه مجبر على البقاء لبينما يرتب وضعه بمطرح ثاني. عاطفيا بشوف في نوع من العتاب العاطفي المطول، وكمان ينتبه من بعض الأمور يلي ممكن أنها ترجع تنكشف أو تنفتح عن جديد. مولود برج الدلو بشوف أنا في سفر، بشوف في كمان أوراق بتتعلق ببلد ثاني، إقامة جنسية، وكمان لربما أوراق درس أو أوراق تأمينية. المهم أنا عم شوف في عنده أوراق رايحة باتجاهات إيجابية ورايحة كمان باتجاه مكاسب مالية، أما الوضع العاطفي عنده بده ينتبه، وكمان بشوف الترقية أو التغيير بانتظاره، ولكن يدير باله من منافسين حاقدين حاسدين عم بترقبوا خطواته. مولود الحوت بحاجة لجهد أكبر ومضاعف لحتى يقدر أنه يستقر عاطفيا، حيكون في عنده فرص حلوة، ولكن هيدي الفرص بحاجة لأتمام أمر وبحاجة لمتابعة وبحاجة كمان أنه يحط النقاط أو الخطوط العريضة، يعرف حاله لوين رايح. إذا كان مفكر بالشريك القديم بنقول له هون الأمور صعبة، لأنه الشريك القديم كأنه بعده راسه يابس وكأنه بحاجة لفكفكة العقد اللي عنده. مهنية بشوف الأجواء رح تكون أفضل.